اسم حضرتك يا حاج مفتوح؟ حمدان الشرقاوي. عم حمدان حضرتك طبعا صياد. صياد جدا على الأطلاق. حضرتك بتمارس مهنة الصيد من مهنة الصيد يا ولادي في البلد الممسوح، ما لناش شغل غيره، لا عندنا الأراضي ولا عندنا حاجة، هي الصيد دي على الله. وعيشتنا واولادنا وعيالنا وبيوتنا كله على من البحيره. تمام. البحيره اللي وقفت دي بتبقى هذا النظام بتاعنا. طب الصياد في هنا بيجوز بيته بيبني بيته وبيعلم ابنه، اصبح النهارده ما فيش حاجه في المشاكل. الحاج حمدان اللي بيتعاني مشاكل الناس الصيادين اللي هي المخالفه، كل واحد واخد له منطقه في البحيره.